انجليش ومستواك كويس وحافظ كلمات، لكن كل ما تتفرج على فيلم اجنبي بتلاقي نفسك مش فاهم اي حاجه في اي حاجه، مع انهم لو كتبوا السبتايتلز على الفيلم هتلاقي نفسك عارف كل الكلمات دي، وتقعد تكلم نفسك طب ما انا عارفهم اهو، وما انا معرفش افهمهم لما سمعتهم ليه؟ لو عايز تتكلم بسرعه زي الاجانب وتفهم كلامهم يبقى تعال النهارده مع حلقه جديده من حلقات الفاست انجلش مع مس صابرين وتعلم انجلش اونلاين. النهارده ان شاء الله هنسمع جزء من فيلم اجنبي وهنشوف سمعنا ايه، وبعد كده هنتعلم ازاي نتكلم زيهم ونفسر التريكات والرولز اللي بتخليهم يتكلموا بسرعه كده علشان نعرف نتكلم زيهم ونفهم اي فيلم اجنبي نتفرج عليه بسهوله جدا ومن غير اي تعقيد. طب يلا بينا بقى نتفرج على جزء من فيلم اجنبي ونشوف سمعنا ايه. It's one of our most popular dishes. هاي يا ترى سمعتوا ايه؟ طيب حاولوا توقفوا الفيديو رجعوه شويه واسمعوا مرتين كمان نفس الجمله دي وشوف عرفتوا تسمعوها المرة التانية ولا التالتة ولا لسه برضو مش عارفين تميزوها. يلا اكتبوا لي في التعليقات لو انتوا فعلا ميزتوها المرة الاولى او التانية او التالتة. طيب لو ما عرفناش نميزها او حتى ميزناها بس عايزين نعرف هم قالوها بسرعة كده ازاي، يلا بينا نتعلم دلوقتي الكلام ده على البورد. هو قال ايه؟ هو قال It's one of our most popular dishes. It's one of our most popular dishes. طب قالها كده ازاي؟ قال It's one of our most popular dishes. It's one فيهاش اي مشكله. It's one of. Of اولا دي ما اسمهاش اوف. اوف دي اللي هي باتنين اف. اوف. وكمان اوف مش اوف. اوكي؟ اما دي بقى اسمها اوف. اوف. كاني بنطق اي وفي كده. اوف. اوف. It's one of. اوف هنا بدأ ب ها الناس اللي متابعه معايا الفاست انجلش ها. اوف بدأ بفاول بحرف متحرك او بصوت متحرك. الكلمه اللي تبدا بصوت متحرك المين رول بقى القاعده الاساسيه عندنا اي كلمه تبدا بفاول ساوند او بصوت متحرك على طول بدخلها مع الكلمه اللي قبلها وانطق الكلمتين كانهم وان وورد كلمه واحده فهتبقى وان اوف وان اوف مش وان اوف لا وان اوف وان اوف كانهم كلمه واحده بالظبط كانهم كده وان اوف. اوكي تعالوا نكمل. It's one of our our الاجانب في وسط الكلام ما بيقولوهاش our. our دي تتقال لو جايه لوحدها. طب لو في وسط الجمله في وسط الجمله او في وسط كلامهم بيختصروها لكلمه ار ار كانها حرف الاور فبيقولوها ار. عشان كده هو قال It's one of our. It's one of our. وبرضو R لما هنطق R هي بدأ بفاول ومتحرك فبرضو هدخلها مع اللي قبلها وانطقهم كأنهم كلمة واحدة. دي القاعدة الأساسية اللي بتخليهم يتكلموا إنجليش بسرعة. أي كلمة تبدأ متحرك على طول اربطها مع اللي قبلها وانطق الكلمتين كأنهم كلمة واحدة فتبقى هنا إيه؟ of our of our بقت one of our one of our. It's one of our most popular. most هنا بدأ بام وده consonant فبالتالي مش هربطها مع اللي قبلها ولا حاجه. انا بس اللي بربطها مع اللي قبلها اللي بدأ بفاول، لكن اللي بدأ بconsonant او ساكن بسيبها زي ما هي مش بربطها. فهو قال It's one of our most popular. most popular برضو الناس اللي متابعه معايا سلسله الفاست انجلش وبيتفرجوا دايما عليها هيعرفوا ان التي لما تيجي between two consonants بين صوتين ساكنين بنعمل لها ايه؟ ودروب ات بنسقطها من الكلام. الاجانب لما يلاقوا تي جت بين سواكن بتبقى صعبه لسانهم بيقف فيها وهم اي حاجه توقف لسانهم على طول بيسقطوها. فهنا بدل موست popular فهتبقى most popular. فالتي هنا جايه بين الاس وده كونسنت ساكن وبين البي وده برده كونسنت ساكن فهنعمل لها ايه؟ ودروب ات هنسقطها فهتبقى most popular. most popular most popular. it's one of our most popular. it's one of our most popular. طب most popular الكلمه دي ما اسمهاش النطق الغلط اللي احنا اتعلمناه في المدرسه، هي اسمها popular. popular popular يعني شائع او محبوب او شعبي. طب تعالوا نكمل. dishes dishes هنا بدأ بايه؟ بدأ بساكن خلاص مش هربطها مع حاجه هسيبها زي ما هي. فهو بالتالي ما عملش فيها اي حاجه وكانت واضحه في الكلام. It's one of our most popular dishes. قولوها معايا. It's one of our most popular dishes. ها؟ اللي عارف يقولها بقى معايا اكتب لي تحت في التعليقات وتعالوا بقى نشوف الفيلم تاني
ونشوف المرة دي هنعرف نفهمها ولا لا. وبرضو اللي فهمها بعد الشرح يكتب لي تحت في التعليقات. It's one of our most popular dishes. ها يا ترى فهمناها؟ اتمنى ان انا اكون فعلا قدرت اسهل عليكم واحل جزء من العقدة اللي عندكم. وبس خلاص،